أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من كريزي تاكسي. والنهاردة حلقة أخو البنات. على مهلك يا بابا، على مهلك. شغل لك التكييف والدنيا تبقى حلو عشان أكيف لك كده الجو. بيبي الجو بقى حر وكده. استاذن حضرتك بس معايا خوكتين بنتين، ممكن اخدهم كويسي على طريقه. على طريقه لو اقول لحضرتك والله ربنا ما يحرمني منهم ادب الدنيا واخلاق الدنيا كلها، والله العظيم احترام واحتشام وادب. لو اقول لحضرتك ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح ربنا يجعل وشك انت واخواتك البنات القبول، شقيانين والله العظيم يا بابا. عشان تخيل ما شفتش كده، والله ما شفتش بنات بتشقى عشان خاطر اخوهم الولد. التسريحه اللي انا عاملها دي نوسه اختي الصغيره اللي بتعملها لي، والله مصر كلها بتكلمني عليه. نص مصر بيكلمني على التسريحه والنص الثاني بيعلق نوسه بيسال على مين اللي عمل التسريحه. وبيرو الكبيره، بيرو بقى كبيرة ما اقولش لحضرتك، احترم ما يشوفوش الشارع. شغل ليل نهار، شغل شغل الشقه شغل الشقه. اقول لحضرتك على سر، انت حضرتك زي والدي وعارف ان انت كاتم اسرار، انت ما بتقولش اسرار. اتفضل يا حبيبي. هتقول لحد؟ اتفضل. قول والله ما اقول لحد. طب قول والله. بتحدفني بالله يا ابني. طيب خلاص، انت حتى انت يا راجل جميل وكبير وحلو. اقول لحضرتك على حاجه؟ اتفضل. عايزين يجوزوني. والله عايزين يجوزوني. شوف يعني بيقفوا جنبي في الجواز ويقفوا جنبي في كل حاجه، هم اللي علموني والله العظيم. ما بيناموش من كتر الشغل. اهم 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 البنانتي العشاشين، بص انا بالدنيا والله العظيم ثلاثه. بص البنت لابسه عبايه ازاي، بص الثانيه لابسه عبايه ازاي، بص بتاكل لبان علشان تفضل محافظه على ريحه بقها. والله والله العظيم ادب الدنيا، ادب الدنيا. عامل ايه يا سماسين؟ حبيب قلبي، حبيب قلبي من العسل ده. حبايبي حبايبي حبايبي، والله العظيم لسه بقول يا عمو، بقول له يا عمو ادب الدنيا اخلاق الدنيا. عامله زي العصفوره الكناري دي، ربنا يحييك. استنى بس يا عمو، انا عامله زي البطه المزغطه. عارفه يا بيرو لسه بقول له، لسه بقول له يا عمو ايه، استنى بس خليك معايا يا عمو. انت سخنت ليه فجاه كده؟ انت جبت الزول ده منين؟ مش عارف زول زول يعني. ده زول على الاخر. انت لسه بقول له، بقول له ما شاء الله عليك، وبقول له ادب واحتشام. بص لابسين عبايات بياكلوا البن عشان يحافظوا على ريحه بقهم. ايوه تعالى بس كده يا حاج، انت بتسخن ليه كده؟ ده انت مالك يا حاج؟ نو تاتش. انت فيك صحه يا بابا ولا ايه؟ مالك ايه؟ مالك عايز تتجوز؟ صح طبعا. صحه صحه ايه؟ ده احنا هنطلع عين. لا والله. بس ايه رايك في ابويا؟ حد يلاقي البط وما ياكلوش؟ انا عارفه. هو حد يلاقي الوز وما يوزوش؟ ولا حد هو يعني ينفع حد يلاقي الوز وما يوزوش؟ ولا حد يلاقي الحمام ده او ما يحميهوش؟ اه خليك بقى معايا في الطريق يا بابا، خليك معايا. انت راجل جميل كده. ايه يا سماسيم؟ ايه يا سماسيم؟ ايه يا سماسيم؟ والله شكله في الجعان قوي. ايوه لا يا سمسم، بص سكتك يا سمسم. انا باصص يا حبيبي. اهدى بس يا عمي. ايه اخواتك حبايبي؟ اهدى يا عم يا مسلم، باين عليهم حبايبي يعني. اهدى بس، انت فيك صحه للكلام ده يا حاج؟ بقول لك عملتوا ايه يا اولاد؟ انا كان متفق معايا على 200، اداني 300 دولار لان اتبسط قوي. طب الصلاه على النبي، وانت ابو طلال عامل معاكي ايه؟ بلا وكسه، ده مقرح. مقرح ازاي؟ 200 دولار مش انت كده بتحوري لي يا نوس؟ لا يا حبيبي انا اقدر العبها. هتلعبيها معايا زي ما لعبتيها معايا في ابو مبارك؟ انا اقدر العبها معاك. ما بقى ما تحرجيش. بس انت هلعبها معاك. مالك يا بابا؟ في اعصابك سايبه ليه كده؟ مالك مفاصلك فيها ايه اللي حصل لها؟ بقول لك ايه، انت مركب الطقم ولا الطقم راح فين؟ لا 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 يا بابا ركز معايا بس. الطبيعي يا اجدع، ركز في السكه بس. انا مركز في السكه. ركز في السكه. انت منين اصلا؟ لا انا من هنا. من هنا منين؟ من هنا. قلنا انت من مصر، ما الكلام ده كلام في الرئيس. لا
ولا معاه دولارات ولا ريال ليه؟ لا انت كده في الرخيص بقى، ركز معايا. انت نازل فين يا حاج؟ انت نازل فين؟ نازل فين؟ يا عم مشيت انا بس، مشيت انا. مدينا ايه وحمبره ايه؟ بقول لك ايه؟ انت كده بقول لك ايه؟ بص سكتك يا سماسيم. سماسيم ومين؟ بقول لك ايه؟ وريني محفظتك. بقول لك ايه يا سماسيم؟ لا شكله مصفر عليك. بقول لك ايه؟ ما تضيعش وقتنا يا سماسيم. ضيع ايه؟ وبعد الليله دي كلها بقول لك ايه؟ هو احنا كل شويه بيقع معانا زبونه بنت انتوايه ولا ايه؟ لا زبون ايه ده شكله اشفر عليك. لما احنا نقفش بقى اللي في جيبه بقى. هتقفش ايه؟ بقول لك ايه؟ انا بس ما تمسكش ايدي كده بس، انا قاعد. يا ابني اقعد. انت جايب العصب ده من ايه؟ اوعى عورت مين يا بنت؟ بقول لك ايه؟ وريني محفظتك بس المحفظه فين؟ انا ماسك الطاره. طب خليني مع اخواتك وبعد كده. اخواتي ايه بس؟ انت مالك باخواتي؟ اخواتي دول ياكلوك ناي يا سمسم. دول ياكلوك حيشوفوك. الله الله الله. الراجل ده باين عليه. ايه يا سمسم؟ الراجل ده في ده هيمد ايده من غير فلوس. ده في التوهان خالص. ده في التوهان. بقول لك ايه؟ محفظتك فين بس؟ وريني كده. يا سمسم تعرف الراجل ده؟ بص لي بقى تعرف الراجل؟ بقول لك ايه؟ محفظتك فين بقى؟ شغلي ده بقى يا ابني. ما تستفزش يا ابني. ما استفزش ايه بس؟ معاك فلوس ولا لك 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 وفعلي ما فيش. بقول لك ايه؟ هتدفع ولا تنزل؟ يلا يا حبيبي الدفع هنا مقدما. ماني تاكس. انت راجل معايا يا ابني. اقعد يا ابني بقى بدل ما اعملها معايا. طلع اللي في المحفظه. يا ابني يا ابني ده طلع اللي في المحفظه. يا ابني يا سمسي معلمه. احنا لسه بنجي. احنا بنهزر مع حضرتك. ده برنامج. ده مقلب. ده مقلب. ايوه ده مقلب. تعال بس انت. كل اللي حصل كل اللي حصل ده اتصور. انت لسه مصدق يا سمسم؟ انت فيك حل الكلام ده يا عم؟ طب ما اللي حصل جوه ده المدام تزعل يا عم. خلاص بقى بس مدام ما راحت. اه طبعا. بسم الله يا فندم. انا لو مش فاضي افضي لك نفسي. حبيب قلبي. واحد حبيبي ازيك؟ عامل ايه؟ نور الدنيا. الله يخليك. بس مستعجل بس عشان بحب واحد. رايح فين طيب؟ رايح مشوار كده قدام اخر الشارع ده يمين. اخر شويه يمين؟ اه عند الحصري كده؟ عند الحصري. ماشي عادي هيضايقك بس عدي اخد اخواتي من البار. طب ما طب وصلني وبعد كده ابقى اخد. لا على الطريق والله. بنتين اخواتي غلابه اقسم بالله. احترام الدنيا قلب الدنيا. ابويا وامي ما سابونيش غيرهم. ربنا يخليهم لك. رب يديك زي ما اداني والله. شقه ليل نهار يا عيني. الله يعينك. شقه ليل نهار. البنات بتشقى دلوقتي. ايوه بتشتغل. ما هتعمل ايه؟ شغل ليل نهار وما يعرفوش غير شغل للبيت ومن البيت للشغل. مش شغل للبيت ومن البيت للشغل. الله يعينهم. انت اخوهم كبير؟ انا اخوهم الكبير بس سبحان الله بيتعاملوا معايا على اني بيبي. يعني بص هم اللي بيلبسوني الصبح. اه يعني مخلين بالهم. هم اللي بيسرحوا لي شعري. اه زي ابوهم وامهم كده يعني. فا يعني التسريحه دي مصر كلها بتعلق عليها. انا الصراحه تسريحه غريبه بس يعني. لا جميله. يعني اختي نوسة اللي عاملاها. اختي نوسة اللي بتسرحها لي. هي اللي بتسرحها لك. اه نص مصر بتعلق على التسريحه. اه والنص الثاني بيعلق. قصدي بيعلق على النص الثاني من التسريحه. ابويا وامي قالوا لي يا سمسم اهم حاجه اخواتك البنات يا سمسم. وبابي كان يتك على سمسم مش فاهم ليه بصراحه. هو تقريبا كان بيحب السمسم دايما حتى في المفتقه وكده. بس عادي اهم حبايبي جم نازلين من العربيه بتاعت الشيخ بتاع الدور. بص اهم يا مجرمين يا عسلات. بحبكم وبحبكم اخواتي الامارات. حبايب قلبي سمسم. حبايب قلبي جميل يا سمسم. حبيب قلبي سمسم. اخبارك ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. سمسم اقسم بالله ادب الدنيا اخلاقي الدنيا وقلت ادب الدنيا. يا لهوي هزار خف الدم. كل حاجه ممكن تتخيلها وممكن ما تتخيلهاش بيعملوه. واكل بياكلوا شرب بيشربوا نوم بيناموا على الحيطه بيمشوا كل حاجه. اه والله بالظبط. النوم دي بالنام في اي حته. بقول لك ايه يا سمسم؟ عمرهم ما شافوا طول عمرهم في عربيات. في عربيات طبعا. طول عمرهم في عربيات. ايوه طبعا. قالوا لي يا واد يا سمسم مين ده؟ زبون جديد ده ولا ايه؟ يا روحي ده زبون زي السكر وزي العسل وباين عليه ما شاء الله الرجوله. شكله عصب الولع. الواد عصب اقسم بالله. عصب عصب يعني. المهم طمنوني عملتوا ايه امبارح؟
الزفت الزفت بلا لا بقى انا كده ممكن اقلب على الوش التاني وازعل منكم. ولا الوش التاني ولا الاول؟ لا الراجل مكلمني ومفهمني ان هو اداكوا الابيج والسبيج كامل. مش بنتكلم على الابيج، احنا بنتكلم على المعامله. اه تابع. بقول لك يا بيرو بيرو انا هارش هارش. اه لان انا كل حاجه اتبعتت لي صوت وصوره. حاجه اللي اتبعتت لك صوت وصوره بقى بيرو بقى كل مره بتنهدي معايا في الحساب. يا عم ما تقرب لي انا بقى، ما تقرب يا عم انت بيرو. اقرب لك ايه يعني؟ امشي شويه يا عم، ايه اللي بتعمله؟ بس يا ريت انت خليك في حالك بلا تقرب لي. ده قافش كده ليه يا عم؟ ده ماله ده يا اختي؟ ما تفكرش خليك قاعد على البنات يا عم، خليهم في حالهم يا عم. هم في حالهم. طب في حالهم ملوش دعوه بيا. امال هم في حالك يا عم؟ وصلني بقى واسكت. اوف عليك، ما تهدى بقى. انا هات اقول لك يا سمسم. انا سمسم ده أو. انت طلعت سمسم من اللي هو السمسم. ابو مبارك عامل ايه؟ زي الفل، لسه واخد الحقنه. وابو عدنان؟ ابو عدنان سايبه نايم. احين نسيت اقول لك مين كلمني امبارح. مين؟ تخيلي كده. ايوه مين انت يا بنت يا نوسه؟ تعرفي مين يا نوسه؟ ابو طلال. يا بنت اللعيب قال لي البنت نوسه وحشني وحشني. قلت له عندها اوردر مشغوله لحد الخميس الجاي، يوم الاحد اللي بعده هتبقى فاضيه، بس فاضيه ثلاث ساعات. كلمه دلوقتي، كلمه دلوقتي. كلمه يحب الخفيه كلمه. طب استني، ده وحشني قوي والله. لا كلمه عشان انت حبيبه قلبي. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ المره دي مش اقل من 1000 دولار. اه امال ايه؟ طبعا. اه ما يخرب بيتك يا بعيد، انا اللي وقفت الكلام ده. ايه يا ابو طلال يا سكاره؟ بقول لك ايه؟ مين معايا بقى وانت وحشها في العربيه؟ البت نوسة عايزه اتكلمك. خد يا بت كلمها ابو طلال وادوني تاني. كلمه ابو طلال. ابو طلال لولي حبيب قلبي. ايه يعني يا جدع؟ اخبارك ايه يا واد؟ يا جدع ما انت عمال طول الطريق عمال تقول لي من ربي واخواتي وما بيطلعوش من البيت ومن احنا ولا ايه؟ وعمال تحكي دي سجاره يمكن ايه؟ انا ما بشرب سجاير، ما بشربش سجاير، ما بشرب سجاير. يا سلام ابو طلاليلو. ايه يا حبيب؟ طب استني بس، بتقول ايه؟ لا ما انت عارف انا ماليش في الخشن ابو طلال. كمان ايه ده ايه ده ايه ده؟ عايز تغير؟ طب استنى خليك معايا، والله انت رزقك في رجليك. ثواني خليك معايا. بقول لك ايه، تطلع اوردر ب 1000 دولار؟ انت عبيط يا دي اللي اسمك سمسم يا دي، انت مجنون يا دي ولا خلاص يا دي يا جدع؟ سيب يا عم. لا مش عايزهم يا اخوي. 1000 دولار؟ لا يا اخوي خليه لك. طب ما تطلع انت معاه يا اخويا. ما توافق اوعى يا بنت ولا بوافق. يا بنت ولا ايه؟ العسل وهيمسكك قوي. لا ما يمسكنيش. لا احترم نفسك. انا بقول لك اهو عصب شكله سعيد. ما تنزلني هنا بلا عصب بلا سعيد بلا بتاع. هيخلص معاك في لين؟ يا لا يا لا، انت احترم نفسك. خليهم لك يا انا ما بقول ابو طلال. لا لا اخلص معاه واكلمك، اخلص معاه واكلمك. بقول لك ايه، اقول لك على حاجه حلوه. خد يا بيرو ودي للبت الكوافيره بتاعتك، هتعمل له صنفره وتنضفه وتنضفه. لا انا انضف قبل ما اشوفك يا يا عم. انا هوديك والله انضف قبل ما اشوفك وهشوف الاشكال دي انت عملته لي. انا هوديك يا عينك ولا ايه؟ اه دي اخواتي ومراتي وما بطلعش لوحدك يا انا. ما بطلعش من البيت. لا واحده واحده يا عم، وحدك بس كده. ما انا باصص. ما تبص يا راجع. بص عليا يا سماسيمو، ما تمدش ايدك بس بعد اذنك. الشنب جاي في شنب. مالكش الشنب انت عبط. وشعر السجل جاي يتنطط كويس. السم ده مجانين. ماشي نعمل له حمام مغربي يا ريت. ولو عملنا له باروكه كمان يا سلام. والقشف ده يتشال، عنده قشف في الحته دي. شيله هو شيله. صدق اه. وشعر صدره ده يتنضف. شعرها شعرها ايدك بس. يلا يا ريت يلا ما تتجنش. بس ملهاش في الطيب نصيب يا عمر. مش فاهم مصلحتك. ارميها. انت تحترم نفسك عمر. مش فاهم انت تحترم نفسك. هتغلط هقل منك والله. تعالى لي لا ده ولا تعرف تقلب. اه يلا انت. انا لو طلعت بس يلا. بقول لك يلا انت اورن. يا انا اورن. والله اورن. والله انت هجار. والله اورن. انا لا. طب اقول لك على حاجه. والله انت اورني. طب ما تحترم انت نفسك. هم اخوات اورني. بقول لك ايه؟ بقول لك هتنزل عليك والله وهتزعل مني. مصيبه والله. انت هتنزل من التاكسي بمصيبه. يا لا انت كبير. انت كداب يا لا. انت بيتحرش بيك ايه؟ بيتحرش. ايوه يا لا. صوتي يا بنت. صوتي يا بنت بيتحرش فيكي. بيتحرش فيكي. والله بتتحرر. تيجي لابو طلال ولا تخش على الاسم؟ لا ابو طلال يلا بينا على الاسم يا حبيبي. يلا يا حبيبي. الكراسي دي فيها ايه؟ ايدك يا ايدي. طب وريني الكراسي. اه خلاص بس وعدك بلا بتاع. اوعى يا عم بالعيني اللي جابني معاك. الله يخرب بيتك. انت تتحرش بيك يا عم. ايه؟ هركن على جنب. والله انت ابويا يا بيت. يلا
خد يا ابني عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا باشا. بقول لك ايه يا باشا، هتضايق بس اخواتي البنات عشان هم طالعين من البورد، اخدهم معايا. اخواتي من دور الدور دور عايز اخدهم في طريقنا باذن الله يا باشا. ربنا يديلك بس ادب الدنيا، اخلاق الدنيا. مفيش تربيه كده. ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح يا سمسم. ربنا يجعل كل دعائنا في اخواتك البنات. امين يا رب. ادب احترام، شطاره. والله يا باشا سبحان الله، هم اللي بيلبسوني وياكلوني ويشربوني. يعني لو اقول لك انت سريحه انا مسرحه دي اختي نوسه. اختي نوسه اللي عاملاها لي. والله العظيم نوسه اختي العسل واختي سنتوت. الناس كلها بتعلق على التسريحه. نص الناس بيعلق على التسريحه ونص الناس بيعلق نوسه. اه بيعلق اقسم بالله شقيانين ليل نهار. اوردرات شغل لم يا عيني. والله يعني اخواتك البنات هم اللي عايزين يتجوزوك. هم بقى انت فاهم اخوهم الوحيد وكده، وهم عايزين يجوزوني عشان يعني كنت بحب زمان بنت اسمها شلبيه جارتي. شلبيه جارتي كانت عامله اياميها بارتي وراحت شرم الشيخ واتجوزت بعد في كازابلانكا في العراق. فهم البنات العسلات اخواتي، هم دول اخواتي الامارة. بص الادب، بص الاحترام، بص الاحترام، بص الادب. اقسم بالله اقسم بالله، بص الادب، بص الاحترام، بص العبايات والاحترام والادب. والله العظيم ثلاثة ادب الدنيا. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا سمسم. يا روح قلبي يا قلبي. اقسم بالله وحشتوني اخر 86 حاجة. انت كمان وحشت اخر 98 حاجة. طب والاثنين راحوا فين؟ خلاص انا والاثنين. اقسم بالله ادب الدنيا. والله ده باين قوي. والله باين. اقول لك على حاجه. طيب اقول لك على حاجه. اقسم بالله الاثنين شقيين. ايوه طبعا ده باين عليهم الشغل. من كتر اخوك. انا عايز افهم بس، عايز افهم. انت دول اخواتك؟ اخويا. مالك؟ دول اللي عايزين يجوزوك. شبهه صح؟ احلى دي نوسه. دي نوسه ودي بيرو. طبعا انت احلى من نوسه الصغيره اللي انت قلت لي عليها. دي نوسه اللي عملت لي التسريحه. انا اللي مسرحه هو اللي مسرحنا. انت وديني طريقي بس ما ملخص الدنيا دي. خلاص يا بنات، انا في الكلام اللي انت بتعمله ده الكلام. خلاص انت وديني طريقي وخلاص كده. صار خلاص احنا رايحين طريقك. ايه يا ابو تمالي يا عسل؟ معلش سؤال كده بعد اذنك، حسبت البت نوسه ولا لا؟ حسبتها صح؟ ما تسيبنيش يا اخويا. والله حسبتها 200 دولار. والله انت كدابه. طب هو 200 دولار ده رقم؟ ما احنا كنا متفقين على 500 وطلاق. يا دوبك تجيب بيه السجاير. 200 دولار ما عجبتكش ازاي؟ لا ابو طلال انت مش شواف. لا مش شواف والله. ابو طلال بقول لك ايه، ده والله ده فرنسي. والله شغل فرنسي فعلا. ما عندوش حق. عادي يا اخويا. ثواني باشا، ثواني بعد اذنك بتكلم في التليفون. ايه ده ابو طلال؟ ده من امتى ده؟ من امتى ابو طلال؟ من امتى؟ بس انت عارف انا مش سوقي الخشن خالص. ازاي؟ طب بقول لك ايه، خليك معايا. تطلع اوردر ب 1000 دولار؟ يا جدع اوردر يا جدع. ايه اللي انت بتقوله ده يا جدع؟ انت يا جدع 1000 دولار يا جدع؟ انت مش فاهم مصلحتك فين؟ يا دين النبي يا جدعان. 1000 دولار 1000 دولار. بقول لك ايه، انا ماليش دماغ ليك. مع اني مالكش دماغ. انا خلي في مناخيري. ف يا عم حطه في حته ثانيه بلاش. طب ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ يبقى ليه؟ انت سيبك من الكلام ده. انا مش عارف. طب انا معايا زبون زي الفل. يعني انت عضلات يعني؟ عضلات بس انت كده شويه. ولا بص قدامك يوم عسل. لا عضلات ودنيا وهيعجبك. انت بحترم نفسك. عنده شويه حاجات كده هيظبط شعره وينزل. اظبط انت كلامك. هظبطهولك عشان ايه؟ هبعتهولك نجيب. مش هقول لك تاني. هبعتهولك نجيب. انت بيرو هتدي معاك البيت يا جدع. اوعى بس ايدك كده. كلمني وايدك جنبي. هيقف ويكلمني وايدك جنبي. شيلو شنب وده وشعر شنب ايه بس؟ وهيطلع معايا لابو طلال. يلا خلاص انت مش هتريد. بس كده ايدك جنبك عشان ما تضحكش. ابو طلال كلمني وايدك جنبك عشان ما تضحكش. اخويا انت مالك قافش كده ليه؟ ده انا
هتقفي هتحلمي حد يقول للرزق لا الف دولار ده بداية كلام افهم مني يا مثبت العقل في الراس الف دولار ده بداية كلام يابا خليهم لك انت راجل عيوان داخل على وش جواز واخواتك دول اسمع بس انت مني رايح خلاص مفيش مشيخ اخواتك عايزين بتاع مالك عامل كده ليه يا ست انا عايز رفع اقول لك بس بص انا ما تبصش للبنات بس ما تبصش للبنات ايه بقى ليك اللي انت بتعمله جاي لابو طلال ولا مش جاي يا عم يا ابو طلال مين اللي بتعمل مين يا جدع انت صوت يا بنات انت بتختصي بالبنات لا انا دي رايح بتحرش اخوات البنات انت بتتحرش يا متحرش يا جنسي كده هتخليني بصي اعمل حاجات ما عمرك ما شفتها انت ما تعرفش تعمل حاجه ده اقسم بالله العلي العظيم بتحرش بالاخوات يا عم اخوات بقول لك انزل لك فين مفيش نزول يا عم بنت صوتي يا بنت لي بس لي بس على الجنب مذيع ولا مذيع يا عم اقول لك ايه بس ليه يا عم نسيت